الطبعة الأولى هذه كانت ضرورية من أجل إعطاء صورة مشرفة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، أبنائنا اللي جاءوا من كل ولايات الوطن. قدمنا من خلاله 68 مشروع، الكثير من هذه المشاريع تستطيع أن تكون تتجسد في مشاريع تخدم الاقتصاد بشكل مباشر، سواء في إطار مؤسسات مصغرة أو شركات ناشئة. المهم بالنسبة لنا هو أننا نتيح للشباب الجزائري الفرص أينما كانت وفي كل الولايات، ونخليهم يساهموا بشكل فعلي في تحقيق ذاتهم، في إنشاء مؤسساتهم، في خدمة الاقتصاد الوطني. الأشياء الجديدة نحن إن شاء الله نعم رح يكون هناك اتفاقية إطار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل لأن شفنا الكثير من المشاريع تحتاج إلى تأطير على مستوى مخابر البحث الجامعية، وهذا هو اللي راح يتكرس من خلال دعوة كل مخابر البحث أنها تتبنى الشباب الموجود في معاهد التعليم والتكوين المهنيين.